من مشكلة الدكتور في النساء، لنا كم سنة نطالب في النساء ما فيش تجاوب صراحة من الدولة من أيام الطابية وحتى بعد أيام الطابية. النساء طبعا حوام في موت الطريق، عدة حالات حتى ما تمت الطريق إجهاضات. عندك رقم معين؟ ده رقم معين وفيش تقريبا عام في السنة ولا سنتين في حالة واحدة الدكتور طبعا في أرقام. بالنسبة طبعا في جميع القبائل، في قبائل تبو والمجابرة وهي وجهي شريكهم منهم الآن تبو طبعا موجودين، والمجابرة في بعض منهم في وهي في المطاطية. لا طبعا هو يعني هم كسكن موسى ساكنين، لكن نشيط الدراسة وكذا كذا مرحلة بعد ما تسكر المدارس وشم يعني وجودها خوشم يعني بعد كم سنة وضعت مياه مياه نعارض الكهرباء لأنه كم سنة من 42 سنة نعارض مشكلة الكهرباء حركات طبعاً تروح حركات ديزل قديمة وكثيرة العطار وقلة الوقود ما الزيوت يعني هو خاطبنا عطل الجسم القطاري وكثيرة البراغة يعني هو بالنسبة للتموين التموين هذه معناها كبيرة والله يعني. التموين اللي عنده إمكانية وسيارة يجيب الكهرباء طبعا داخل البلاد ماشي محل ثاني. بعد الأحداث بتاع الكهرباء بعد الأحداث نحن قاعدين في حصار، حصار رسمي ما فيش سيارة على الكهرباء بعد التضربة ما فيش كيلو مكرونة ما فيش سوريا مش عارف ليش كلام هذا مش عارف ليش المعلومة إنه كيلو مكرونة ما فيش احنا كان لنا علاقات كويسة لكن بسبب الاحداث نحن قاعدين في حصار كامل شامل. انت بعد كثير من الاصطناع والتراجيديا اللي حضرتها المدينه شو كيف حال زيارتك؟ والله نحن متفائلين بخير متفائلين وانبسطنا صراحه. ليش؟ لان سمعنا وكلكم سمعتوا عبر الاذاعات والاقاويل والدعايات المغرضه وكذا ويانا منطقه ليبيه وبيانا فيها مش عارف كتاب تربورة وبيانا فيها عدم سواء وبيانا فيها الشاكين وبيانا من نقطة الانطلاق وبيانا كذا كذا وهي هذه كلها ما لهاش أساس هذا مجرد كلام مجرد دعايات مفرطة دعايات مضادة لثورة 13 فبراير فأنتم بواحد مشوار بواحد شايل هناك وصلتك أخبار من كثرة بعد دخلت الترعيد كان احنا على الاستطلاع طبعا ديما نسأل ونحن كيف شنو الأخبار اللي وصلتك؟ والله اللي وصلتنا ان الرجال كفرة بأمان تام وجود تام ومشروع مع المساعدين بارك الله فيهم ومشروع وحضروا اليوم ربيانا ومشروعهم اكثر. بالنسبة لرسالتك لمن يقود الدولة رسالتي لمن يقود الدولة نحن طبعا ليبيين كلنا يقود سواء التوبو وهي مجابرة عواقير يعني جميع الطيارات الليبية وساهمنا في تحرير ليبيا وسردنا نكملوها الى اخر قطره دم ان ليبيا عمر ليبيا يمنى ليبيا دوله مؤسسات ليبيا دوله اعداد اجتماعيه ما فيش قبليه ما فيش تحسيات ونتمنى ان ليبيا كلها في رخاء بارك الله فيكم. كذلك المحركات هذين كل المحركات مش محرك صالح مش محرك كويس هذين يجيبوا فيه محركات ياخذون عليها اجارات واللي بس يجيبوا فيه ما فيش محرك كويس هذين كلهم عمارة عقبية متيرة غير صالحة للاستعمال فشفت بروحي هذه بنسميها مقبرة المحركات هذه المحرك الوحيدة اللي تستغرق هذه بروحي جبناها استعارة استعارة فأنت تكتب روحك ومتوقع على السلام فمش محرك كويس مع المحرك ونعاروا من مشكلة الوقود ومشكلة الزيوت ووقود ناصر نعاروا طلبيات ما يجنش تأخرة وسبب عرقلة من الكفرة صراحة هم اللي يعرقلوا فينا بالطلبيات مش عارف شنو القصد من اللي يعرف من عرف الكفرة بحرك فتجب تشوف روحك بارك الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعرفوا بيك شنو حالكم؟ تعرفوا بيك الله يسلمك كيفكم سلمان داري
مسؤول الكهرباء أنا. مسؤول الكهرباء. الإمكانيات البسيطة هذه تقدر تغطوا حاجة المدينة ولا تقدرش؟ لا. شو اللي ناقص عندنا؟ أي هاي كل مكسر، هذا محطة ديزل ما عندنا شيء. أه اللي قدامه. هذا كله ثلاث محطات. أي هاي الوقت. إن شاء الله الرسالة توصل. إن شاء الله. إن شاء الله. ربينا ما منطقة منسية من قبل الطاغية دمر المنطقة بالكشف عام كامل، ونتمنىكم تقوموا زيارة كاملة باش تشوفوا توثقوا الإعلام ديما كانت ما عندهاش علاقة في المنطقة هذيك، لأن كان منطقة محبوسة مركنة في تركينا لا خليت فيها إعلام ولا تجيو الصحفيين ولا يبيع يسمعوا الجيلين بصفة عامة، منطقة مردومة رتبة بصفة عامة. مرحبا سيدي، هي الاولى الحمد لله سلامة الوصول. احنا جينا من مدينة كبرى تو وصلنا اخوتنا في ريان عنا، ونشكرهم يعني حسن الضيافة وحسن الاستقبال وحسن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيء ولو ان ترفع اخاك بوجه طليق، اما مش غير وجه طليق لهم والله تحبيط وبحضان وكال، والحمد لله رب العالمين حسن الضيافة، وهذه مش غريبة عليهم يعني هذا عادتهم وهذا سبب من قبل، وهذه منطقة ريان احنا جينا نشوف ريان ونديروا فجيرة تفقدية على اساس ان احنا درع ليبيا، قالوا إنه في أطراف خارجية في ليبيانا وفي حركة العدل والمساواة وفي قصص زي كده، ودارين جولة تفقدية بعد، وأنا عند الآن يعني ما كلام اللي سمعناه هذا ما قبلنا من شيء، ما شاء الله بعد التصوير هذه بدنا نعدل نتفرج ونأخذ ضربتنا في الكلام الآن ونشوف إذا كان في عدل ومساواة، إذا كان في أطراف خارجية حننقل الشيء هذا بالإعلام، ونحن الآن في المرصاد بإذن الله ونضرب بيدنا الحديد، وإذا كان الكلام هذا كله إحنا هذا أنا أعطيك فرق الشعار هي الأولى الحمد لله سلامة الوصول، ونشكر أخوتنا اللي في قرية ريبيانا الجنوبية ونشكرهم على حسن الضيافة وأبدوا استعدادهم باسم أمر المجموعات أنهم فداء لثورة 17 فبراير، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. نحن مرحب بكم في أي وقت في أي لحظة، قلوبنا مفتوحة وبيوتنا مفتوحة وجيوبنا مفتوحة، وكل شيء تريد أن تعرف عنه نحن مستعدين في سراء وضراء،
سألوني يعني حتى كلمة سألتهم ليش أنتوا نحن سمعنا بعض الإشعار طرقت علينا من الناس يعني لا أعرف ما أهدافهم يعني. وقالوا مثلا في اليونون في الكفرة أو أربيانا في تداخل خارجي مثلا الدعم في الجان أو مثلا حركة عضو المساواة. يا أخواني أقسم بالله لا ميت إلى أبدا وأكد لكم وأنتم حتى أكدوا أكثر لو وجد أي أطراف خارجية في هذه المناطق أو حركة عضو المساواة ونحن المسؤولين عن حقوق المسؤولين الكذب كل ما قيله في الإذاعات وفي الطبيعة وفي التقارير كذب وأنتم تبدأ تأكدوا أكثر ومنطقة أربيانة كما رأيتم أنتم بعم عيونكم منطقة مهمشة تهميش مظلومة ظلم من قبل معمر القذافي 42 سنة وأنتم عشتم في هذه المنطقة والآن أنتم متواجدين فيها وناس بسيطة جدا وناس مثلا لا تستطيع أن ترحل حتى المدن. هناك من يقول منطقة التهريب لو كان الناس هذين ما يجمع كانت تقدر تهرب سلعة بشحنات وليش ما ينتنقلوا إلى المدن. هذا الدليل لأن فقر متواجد حي يرزق هنا في ليبيا في منطقة أربيانا. وثانيا احنا طبعا منطقة مؤمنة بأمن أخلاق أهلها أولا وليس بإمكانيات آليات ولا بسلاح. وطبعا المنطقة مؤمنة من أخلاق أهلها أولا والثانيا مؤمنة بكتيبة أربيانا لحماية الحدود الجنوبية وهذا فصيل تابع أحمد شريف متواجد الآن هنا في هذا المقر. وأنتم في دخولكم منطقة رأيتم كيف كان استقبال وكيف كان الحرسين وطبعا المنطقة إمكانيات ضئيلة جدا حتى في الناحية الأمنية حتى في أحد المعمر منطقة متروكة يعني حابل على غارة في أحد الطاغية. إن شاء الله بارك الله. أسر غير تبو موجودة أنا ديما كم عدد تقريبا لا البيوت هو واجد صراحة تقول نص المنطقة المنطقة هذه كلها طبعا مجابرة في حد منهم موجود أنا الآن موجود يعني موجود في حال يحيى سليمان موجود في حال موجود مجبريو موجود يعني موجود والآخرين مش موجودين ليش شو سبب يعني سبب الثلاث طبعا مش عارف ليش مجابرة حد تبو طبعا اللي ياخذ العدديه من هنا في الثانويه يضطر الاسره يهجر حوش بالكامل ترحل بالكامل يهجر حوش الكبرى يا اما في المغازي يا اما في الجبل مرات اللي فيها ثانويات. وانا ما عندي خمس مدرسه لا عندنا مدرسه عدديه بس من الاولى من عند فيه مدرسين لا ما فيش بدنا نعرف مش بس لنا كم سنه نعرف كم مدرس عندك وقت الحالي وضع تقريبا ثلاثه ولا اربعه اكثر من هذا فقط فقط دراسه مستقبل دراسه كم طالب؟ الكهرباء عندك كمان كيف نظامك نظام الكهرباء وصلك بخط ضغط
عالي ولا لا؟ لا ديزل، محركات ديزل فقط. محرك واحد ديزل موجود. لا محرك واحد ديزل وكثير تعطيه ممكن تعطيه في نهار طبعا مفزوي بس 24 ساعه لا لا ما فيش اليوم انا عشانكم انتم بالضيوف انا عشانكم ونعانوا مشكله الوقود طبعا الديزل خد ديزل نافو الضيوف المحرك كثير تعطيه نستهدوا قاعدين احنا ان شاء الله ربي يجيب لي فيه الخير الله خير عليك علينا الجميع الجميع الذي حق حقه موفقين ان شاء الله مرحبا بكم كتيبة طوار ليبيا هذه منطقة كان مهمشة من النظام الطاغية ليس لدينا لا ولا مياه ولا كهرباء ولا مستشفيات ولا مدارس هذه يتضح الوضع أوضاعها قدامكم الآن تفرجوا تفضلوا مجاهد راح بكم خمسة
اما تتاخر المفروض تحصل في الصوره، لكن في الدور الثاني تم الشركه ما كملت. السلام عليكم. سلام عبد الله. احساسك انت كاحد ضرب من افراد درع ليبيا قاعد في وسط منطقه روبيان؟ والله الاحساس قوي ان شاء الله ومتفائلين خير ان شاء الله. يعني شنو الوضع؟ امان؟ لا الوضع الحمد لله، الوضع الامان ان شاء الله. كويس ان شاء الله، امان 100% الحمد لله. وبيتي انا اقرب الامان، بيتي في روبيان ان شاء الله. الله اكبر. بارك صاحبك بس. الله اكبر. طبعا نحن في جولة توا في قرية ربيانة مع كريس ليبيا اللي هو درع ليبيا، باش تشوفوا كيف عايشين الناس هذوما اللي أول مرة بصراحة نسمع بها المنطقة هذه. سمعت بها من قبل؟ لا والله أول مرة، ومنطقة بسيطة جدا، حياتهم عادية تقريبا. حياتهم عادية لما لم المتنفذين. الحمد لله اللي عرفنا اللي جاء اللي داروا درع ليبيا بالزينة هنا. الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر. سنة يا حاج أنا في مجالي كده شينا من 48 ساكن في ربيانة. 48 مواليد 48
اللي بيانا حكومة معمر كلها الطاغوت هذا كله. 42 سنة حضرت في ليبيانا ما حصلت منه شيء هم مشكم هذا الحوش اللي ساكن فيه بعد الحوش اللي ساكن فيه حاجة ضربة يخطر عليك لا قريش وهذا أرقم من أرقم عدوا منطقة ربيان عند غنم هناك قش ما عندي في السيارة الكبيرة مدرسة غادي أخوته بيش كل الغنم تزرع موجود لقيت الغنم موجودة السيارة فيها عطل شوية كم يوم قاعد تصلي ثاني يوم صلح ترفات أبو كمان ما ساش كذا بضل حد في الشارع قاعد الغنم موجودة هي قاعد وهذا الرجل الغفير الحوش كان في زان تدع عليه زان جاو هذا أنا ما ندري عليه الغنم هي موجودة قاعدة لا حوش جوا نمحشي مش يرانا السيارة والغنم بارك الله فيك هذه السيارة قاعدة وأدينا الغنم وصوها رفعتها رفعت سالكيم على الغنم وصلني هنا عشان طلعني ما لقيت لا مش رفعت ونزل صوت ما قلت سالكيم عشان طلعني وغاد الجارة طبعا الطريق مردوم والدنيا دي وما لقيته عرفت الله يخليك لا 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 ماشي عاد والله كل عاد الزمان عايشين معاهم وطيب والله ساعة الأهلين والأهلين كلمة 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 طول يوم ما لقيت الترجمة رفعتي في الصبح ونزلتي تو قلت بعد هو ما يجي طلع لي طريق لي عند القارة الصبح نرفعهم نتوكلنا احنا قلنا مواجدات تقريب 200 ولا 250 راس قاعد موجودين ان شاء الله وهو ده الراجل المسؤول يمكن يوريك هو انسان قاعد المنطقة قدامنا اسمك اربع صوت اسمي محمد كان زمان عيالات عيال بس عيالات يعني عيال طفلان عيال طفلان جو كسروا الابواب بتاعت البيت باهي وقصيت الجره قصيت الجره عدت ودركتني جنب المسجد هذا بتاع الطيب نقص فوق في كذي كله ودرك هذه والعيالات هناك واقفين وكل حاجه باهي كسروا البيبان وكسروا الرواشي باهي ولا
لكن هم ما يشيلوا حاجات تو ما نعرف يشيلوا والله هذا شيء كان زمان دزي عبد الحميد قاعد هنا فتش في هو عياله قاعدين هنا المفاتيح عندهم قالوا ما شالوا شيء لكن هم سكروا الرواشن وعدوا بعدها ثاني جو كسروا الباب بتاع ابو القاسم لكن ما شالوا شيء حتى عيال دزي قالوا ما شالوا شيء من الباب شيء ما شالوا والله زي ما حد غريب شهرين هذا ما حد لا 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 ما جاء شيء ما جاء والله عافية والله في أمن والله أمن شيء ما في الغنم فيه لا لا الغنم فيه لكن الموت فيه واجد من قل القش شيء كل أمن في أمن عند السيارة في أمن السيارة كبيرة هذه قاعدة الهين هذه التول قاعدة هي عند السيارة الخيرة خليها دي باي كويس سنين بارك الله السيارة قاعدة شيء ما حصل الله ما كان ولا قلت عاد علي بارك الله شو الحكيم حسن بازام معي رايح كان جارنا اسمه معانا منطقة غبيانة وباسر المشاكل علينا هو سيء منطقة عدة بعد نحن تحمل لنا قبيلة وتبو وتحمل لنا سرقنا غلمة وسرقنا هوشين فسرقنا ثم زينا أنا مستغرب كلام هذا يعني رايح هو سيء بعدة وسيء بلا تحملنا قاعد يعني إيه هاد نقطة ونقطة ثانية هو حكيم كان رأي التابور خامس وحالي ما روح بحكيم حكيم حسين مطلوب القائمة مطلوبين كان يخدم الطاغي هو برغ انطاغاء كان يخدم الكتائب هنا كان مسك الدليل السحراء قاعد كم سنة هنا وثاني حال جاية بلغان لابعش قاعد بتزل بأربع شهور قاعد مول موية مول بطمي مع الفندي مبروف إنيس كان يصل معه معروف هذا هو ليش سايبر بينا وجاية إيسا دميجيس عليه مس هجرة غير شرعية حمية حدود جاء عندهم قائمة طلب دير لي استدعاء مرتين ثلاثة وحربت سيب البيانة عادة تو يمشي عليه يمشي غادي بيدة التحام في التخمة حتى أبو الخامس كان إذا كان نحن بدولة ميس انتقالي وزارة الدفاع نطلب من مواطن البيانة وقبل التبو نطلب قديد نحن نطلب تحقيق فهمت هذا السلام عليكم بارك الله حكيم منو اسمه حكيم حسين علي بازامة وخو آر حتى الملاحظة أخرى خو جمال علي نحطوه سمعنا قالوا لقطة وبدأت التلفزيون يتحمون الجمال حسين علي بازامة فهم اثنين اخوت بالاخرين ما مرينا منه شيء عدوا ما عدوا هذا مشكلتهم وبعدين انا مستغرب يا استاذ ونحن مثلا واحد بعد عد بالكفر عد بالربيان طلع من بعد صار مشاكل وطاح فينا ليش تهم هذه؟ ليش تهم اذا انت قال انت راجل وطني قد وطني 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 قد منطقتك هذا من ناس وطنيه هذا من ناس شوع الثوره 17 فبراير هذا من ناس خونه هذا من ناس الطاغيين ما يطلع من الطاغي فهم شوع فينا التشويه بس تو انا قاعدين معاه منطقتنا قاعدين ليش نهربوا؟ ليش نهربوا انا؟ ليش سمتينش ليش؟ هذا لانه خاين وطاغي ويصل ما طاغي فهمت هذا بالنسبه للسكان هذين حوشين هذين شوف دنا صرنا من حاجه عند شوف تبر واحد غلمهم قاعد والسيارات مقعدات فهمت مزرام يشتغلن غلمهم ولا مساو سوداني شايل جبل 150 راس ورد اخر سياره تطلع بكره شايل اخرى ورغم ان سياره الشاهنه قام درس هذه وحارسه منه حارسه واحد تباوي ولا يحاول ينجب بشار وين لقيت حوش سياره درس حارسه واحد تباوي حتى مزار المسلمين ده واحد تباوي اسمه محمد كودي محمد عايش هذا كله شيء يشرب يمشي غادي بيدر يرجع يتحم فينا طاغي وخاين تكتوبر خامس فهمت نطلب من الطلبة نحن بسكان ربيع النهرة ومجلس انتقالي وجيش وطني ونبي نطلب التحقيق تحقق شو احنا قبل التبو والسلام عليكم تكبير الله اكبر